السؤال الرابع: بكم طريقة يمكن ترتيب 4 كتب من 7 على رف؟ هون عم بيدل لنا إنه في عنا تراتيب، أنا بدي أرتب 4 كتب من أصل 7، يعني اخترنا مجموعة جزئية 4 من مجموعة كلية 7، فهون في عنا تراتيب 7-4، فعنا عملية جداء 3 أرقام، 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ويساوي 840 طريقة. السؤال الخامس: احسب كل مما يلي. بي 7 يعني تباديل 7، فهي عملية جداء تنازلي من 7 باتجاه الواحد وتساوي 5040. ما في عندنا هون مسألة، فقط تمرين تباديل 7. تراتيب 7-4 كمان عملية جداء تنازلي، بضرب 3 أرقام 7 ب 6 ب 5 ب 4، هي أخذناها في التمرين السابق، يساوي 840. توافيق 7-4 هي تساوي تراتيب 7-4 على تباديل 4. البسط حسبناه من شوي هلق 840، والمقام هو تباديل 4، 4 ب 3 ب 2 ب 1، ويساوي بالنهاية بعد الاختصار 35. أو ممكن البسط نفصله نكتب 7 ب 6 ب 5 ب 4 بالمقام 4 ب 3 ب 2 ب 1، نختصر بيتبقى عنا بالنهاية الجواب 35. السؤال السادس: بكم طريقة يمكن اختيار 5 تلاميذ من مجموعة تضم 8 أولاد و5 بنات؟ طيب أنا هون في عندي مجموعة واحدة فيها 8 أولاد و5 بنات، بدي اختار منها 5 تلاميذ، فهون في عندي المجموعة الكلية 13، بدي اختار منها مجموعة جزئية اللي هي 5، ففي عندنا هون توافيق 13-5. لو كان بالسؤال مفصل لي مثلا اختار 5 تلاميذ بحيث يكون في عندنا خلينا نقول مثلا ولدين و3 بنات، فهون بختار توافيق مرتين، توافيق 8-2 وتوافيق 5-3، وبعدين بضرب الناتجين في بعضين، ولكن هون ما فصل لي. أنا في عندي مجموعة بتضم 8 أولاد و5 بنات، بدنا نختار لجنة أو مجموعة من 5 طلاب من المجموعة الكلي، ففي عندنا هون توافيق 13-5 تساوي تراتيب 13-5 على تباديل 5. نضرب هون 5 أرقام: 13 ب 12 ب 11 ب 10 ب 9 على 5 في 4 ب 3 ب 2 في 1. بعد الاختصار يطلع لنا الجواب النهائي 1287.